دايما المباريات الاولى بتبقى صعبه، ولكن بعد اللي شفناه النهارده نتمنى ان بكره يزداد معدل التهديف. نتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا في مباراه يوم الاربعاء النادي الاهلي، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نكسب مباراه الاهلي القادم، مباراه الاسماعيلي القادمه ان شاء الله، وبعد كده نفكر في المباراه اللي بعدها، لانه حضراتكم عارفين ان في توقفات للدوري كثيره جدا جدا خلال الفتره اللي جايه، فالبدايه ان شاء الله تكون جيده للنادي الاهلي. وزي ما حضراتكم شفتوا لكل الفرق، من الواضح ان الدوري العام هذا الموسم هو دوري مختلف، دوري مش زي السنه اللي فاتت، من اول ثلاث مباريات بنقول هذا الكلام. ايوه اليوم الاول واضح جدا ان هو دوري مختلف. بكره ايه اللي هيحصل مش عارفين، هل ستعود كره القدم المصريه زي ما كانت السنين اللي فاتت؟ يعني دايما ما بنستمتعش باول اسبوعين ثلاثه وبنقول الاجهاد ولسه عاملين فتره اعداد ولسه راجعين من فتره الاعداد واللياقه البدنيه والكلام ده كله. يمكن الاربع فرق اللي بتلعب في افريقيا هي اللي من الممكن جدا ان هي تكون اجهز، لان بتلعب دايما بشكل مستمر، واللاعبين اللي بيلعبوا في المنتخب بيكونوا موجودين في الاربع فرق اللي بيلعبوا في البطولات الافريقيه، اهلي وزمالك ومصري وبيراميدز، وبالتالي الاربع فرق دول من المتوقع ان هم يكونوا افضل الحقيقه من الناحيه البدنيه على الاقل من بقيه الفرق اللي موجودين. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في الدوري العام